ضمن السياسة نشر الرعب في قلوب الثائرين على النظام الفاسد، تمارس السلطات والدولة العميقة في العراق المتمثلة بالميليشيات أكثر أساليب القمع وحشية ضد المتظاهرين، ومن أبرزها الخطف. ذوو المختطفين في بغداد الذين لا يزالون يبحثون عن أبنائهم بشكل يائس أكدوا أن عمليات الخطف جاءت بعد تظاهر ذويهم بشكل سلمي، أو حتى عندما حاولوا تقديم المساعدة للضحايا الذين سقطوا من جراء إطلاق القوات الحكومية والميليشيات النار عليهم. طلع يوم الأربعاء الساعة 9، خبرته 10، قلت له يوم وين؟ قال أنا بساحة التحرير. قلت له يوم تجي؟ قال هسه أجيش. فد شوية خبرني، قال جيراننا توفى مستشفى الكندي وأنا رايح. خوش قلت له روح يوم. قمت خابرنا اللي ويا صديقة جيراننا، قال محمد راح يم لي نازة هسه دا يجيكم. ظليت أدق علي ماكو، واختفى من 10 مالت الليل لحد الآن، اختفى من عندي. جاي واحد علي جهة أمنية جاي سوى علي بالمسدس لازمي هيجي، قال لي يعني اصعد ويانا، وصعدوا وياهم بعد. من يوم 27 الى هذا اليوم هو ما اجانا، ندور عليه بكل مكانات ما. جهة أمنية كانت أم ميليشيات وقحة، فالنتيجة واحدة. قصة المتظاهر المختطف وذويه تمثل آلاف القصص بالنسبة للعراقيين، وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش فإنها واحدة من عشرات القصص المأساوية الأخرى التي يعاني منها المتظاهرون وذووهم على حد سواء منذ بداية الثورة. رأيت بعض المختطفين المتظاهرين عليهم آثار تعذيب وتخويف، وخصوصا البنات. نلاحظ الآن كم من ناشطة مدنية اختطفت. لم تفرق وحشية الجهات المنفذة لعمليات الخطف بين رجل وامرأة، فكلاهما يمثلان خطراً حقيقياً بل مضاعفاً على قبضة الفساد الحديدية الممسكة بالعراق، والتي بدأت الآن بالانزلاق. لتستمر بهذه الانتهاكات المحاولات الحكومية لرسم مشهد قاتم للثورة، لكن أمل رؤية عراق جديد ما زال قائماً بتضحية شعب عازم على التغيير مهما بلغت ضريبته.